الكوره. ما شاء الله ما شاء الله. امشي استانست. ها؟ علم جمه. ما يبقى مثلك الشيء ذا، استانست الحين وش سيد؟ تقدرون تقولون متلبس بالقضيه، قاعد زي شاي. بعدين قبل ما تدقين الباب انت خالص تقولين بنام عند اهلي. وش جابس ما شاء الله عليك؟ كان دقيتي تلفون، يمكن انا ما علي ملابس في المطبخ. هذا البيت فيه البيت البيت فيه محارم. انك امك طلعت على هالدنيا بدون ملابس. عاد وقفت علينا كذا الحين؟ لا وعاد اخر موضوع لي بعد ما شاء الله تبارك الله. عادي عادي الله يطول عمرك يعني. ايش اسمه؟ بس فيها عوضي ابكي. انت ايش تسوي بس؟ شاهي. طيب كان صار الشاي في الترمس وانت هنا. لا قلت خليني اصلح كاسب صيني صيبه ما علمتيني انك جايه يعني. إيه. غريبة يما صايرة تداهميني صايرة تحسبيني يعني بدخل دي شيء في بيتنا؟ لا يا حبيبتي ثقي ثقة عامة. لا لا فا ثقة فيك ما تهز بس انت صلح شاهي كامل بالترمس وريح نفسك مرة واحدة. يعني صلح شاهي كامل؟ ايه الترمس وانت عشان كل شيء وانت رايح المطعم اليوم شفتيني انا مصور في التبريك؟ اي ما شاء الله اليوم العالم كله كان معنا واحد يما اغلقته بالتبريك وانا ركب قلت يا رجل صل على النبي الواحد ما لازم تركب التبريك اعوذ بالله تكفى فيني دوخه تكفى فيني مدري وشو قلت يا مسلم عايدي طيب حط مويه كثير لا خلاص انا صلحت في ذا الكاس اللي حقك خلاص يعني؟ اي نعم يعني ما شوك ترى بقى في المطبخ راح بقى في المطبخ ليه؟ يعني عقب جاك ايش رايك؟ الحمد لله اللي تبيه مش لو مس وش تعمل نساء؟ ها؟ ما هو بشيء لا وسمي وش تشوفين؟ ها حاجة يا جان وش راح تسويني؟ اوف انا الحرام انت بشيء بالسعد تكفيني انت قديت بك حطتك عينين في راس واحد ابشري بالسعد الله يجعلني في ذوجي عادت اصلح لك لا طهرس اي شيء اي شيء تبين بيه من البلوكر سعود ابشري خذي صرافتي اوكي هذا مهندس معلت منه خذي اي شيء تبينه ايش تبين بس مهندس بعد الله يطول عمرك اسوي لك ترمس احسن لك لا اجي ابوس الجنب طالع انا اي بالله تعشير عندها لك انا قابلت خوالي اهم شيء عندي لزعات ما تدري اوكي اوكي حبيبتي خذك مويه الله يطول عمرك اي اوكي ويلا اوكي يعطيك العافيه ابي ما بدي اعرف الله يخليك امان الله يلا حبيبتي يلا يلا ان شاء الله